دوري الأبطال الجديد يعني شكله مبدئيا قبل ما ندخل في المسابقة نفسها؟ هو شكله حلو بس ده هيأثر على الكورة. ليه؟ يعني انا شايف ان المشكلة الاولانية طبعا هو بعد ما كانت كل فرقة بتلعب في كل مجموعة 6 ماتشات فبقوا 8، بعد ما كانت المتعة بالنسبة لنا يوم 3 و4 بقت 3 و4 وخميس. بس في الاول وفي الاخر اوعى تنسى ان اللعيبة دي لعيبة بشر، مش مكن. هيبقى في كم من الاصابات مش طبيعي بسبب طبعا ضغط الماتشات اللي بيحصل، بلس ان انت عارف كل ماتش سبت وحد عندهم الجداول ثابته، الموضوع هيبقى فيه ضغط كبير جدا جدا، مع ان السنه الجايه برضو داخله كتيره متوقفات دوليه فهتعمل مشكله كتيره جدا عند لعيبه كتيره جدا، لان انت يعني على اخر السيزون اصلا بتبدا تشوف كم اصابات مش طبيعي. فانت بتتكلم ان الافريج بتاع الماتشات هيزيد بشكل مش طبيعي. زياده الماتشات بيزود نسب البث، بيزود الفلوس اللي زود بياخدها اعلانات الانديه، ماركتينج بياخد كل حاجه. الفلوس اللي بتاخدها اللعيبه، فهكذا ينظر الى الزيادات اللي بتحصل من بطوله لتانيه، وكل اتحاد عايز يزود بطولاته، فبقى الموضوع الضرر الكبير على اللعيبه بكل تاكيد. وشفت حتى يعني تعليق مؤخرا بيقول لك انت لو سالت اللعيبه نفضل نزود فلوسك وتفضل نزود الماتشات قدامها، ولا نقلل فلوسك ونقلل ونقلل الماتشات، الماتشات هيختاروا الاوبشن التاني. تفتكر ده ممكن يكون قاسي للليفل ده على اللعيبه؟ طبعا. بص يا هاني هقول لك على حاجه، هو اي لعيب كره في الدنيا بالذات اللي في اوروبا هو المين دريم بتاعه والحلم الاساسي بتاعه ان هو الشامبيونز ليج، فالشامبيونز ليج طول عمرها ماشيه بطريقه معينه، فانت زودت عدد ماتشات. وانا شايف برضو ان مهما كان الموضوع الاي اي داخل ان انت بتحط ماتشات معينه بترتيب معين، انا بشوف ان دي برضو مشكله، ان هي بيبقى فيها عدم تكافؤ. لما ليفربول يلاعب ريال مدريد في الانفيلد وليفربول ما يلعبش قدام ريال مدريد في برنابو، انا بشوف دي مشكله. فهنا في لخبطه، بس هي اي تجربه جديده كل بيستغربها لحد ما التجربه تمشي. فده بالنسبه لي زي ما بقول لك متعه اكتر، في فلوس اكتر، ولكن انا ما اعتقدش على اللونج ران، على الوقت بعيد الموضوع ده ممكن يبقى مفيد للكوره، لان هتلاقي فيه تخمه ماتشات كتيره جدا وهتشوف روتيشن. والنهارده ليفربول عمل روتيشن في البدايه بتاعته. رودري نجم مانشستر سيتي ومنتخب اسبانيا قال ان اللعيبه هتعمل اضراب اعتراضا على شرع. زياده عدد المباريات، ورابطه الانديه او رابطه اللاعبين المحترفين الانجليز اعلنت دعمها لتصريحات رودري. رودري بيجي بعد تصريحات كانت قوية ومتكررة من كروس وأكتر من لاعب من جوارديولا أصحاب السنة اللي الرأي، جوارديولا كمان. هل تفتكر أنه في الآخر كفة آراء اللاعبين المخضرمين هي اللي هترجح وكل واحد هيعود إلى صوابه طبقا لرؤية اللاعبين؟ طبعا، اصل الموضوع صعب جدا، في ادارات وفي عقود وفي فلوس، وكل الانديه دي مهما كان هتقعد تشتكي، هو اللي هيشتكي هتلاقيه اللعيبه والمدير الفني، الناس اللي قايمه على الاداره الفنيه. انما هتلاقي مديرين النوادي كل يقول ما لك انا بس فلوس بيزيد بتكتر. بالظبط، وماركتنج وفلوس واعلانات، فالدنيا بالنسبه لي تمام، وحضور جماهيري وبفتح الاستاد كذا مره، فكل دي فلوس داخله. بس انا بقول لك هي مش هيقدر حد يحكم عليها الا بعد نهايه الموسم، لان انا اتوقع على شهر 1 هتلاقي فيه لخبطه كتيره جدا. هاني انت بتتكلم في ماتشات مش طبيعيه، ماتشات كتيره بالظبط. جدا جدا. دلوقتي بقى عندك اسابيع كتيره فيها السبت والثلاث، السبت والثلاث، بعد ما كان ده بيحصل من وقت للتاني، بقى دلوقتي انت عندك يعني في لغايه التوقف الدوري اللي جاي في 7 ماتشات للفرق الاوروبيه، ما بين المحلي اللي هو الدوريات وما بين وما دوري بين الابطال. ففعلا الكثافه في الماتشات دي ما بين هتعمل اصابات، ما بين هتعمل خناقات الفتره اللي جايه. ده حقيقي، فعشان كده بقول لك هي تجربه جديده بالنسبه لنا. بس هو في الاول وفي الاخر بدل ما كانت المتعه 3 و4 بقت 3 و4 وخميس. بس هو برضه عشان الناس تبقى فاهمه، هو القصه ليها علاقه بالسوبر ليج، يعني هم عاوزين تعويضا بالظبط يعني سوبر ليج عشان خاطر ما حدش يلعب بديله تاني ويخش يعمل القصه دي، فهو بقى مداخلين لا خلاص انهي خالص المشروع بتاع السوبر ليج، اللي هم كانوا عاوزين يلموا الثمانيه او 10 توب تيمز اللي موجودين في اوروبا يلعبوا مع بعض. فعشان كده انا بشوف وهو فعلا الماتشات بالظبط القويه ما بين المنافسين الكبار كترت على مستوى الشكل الجديد، وبدايتها النهارده كان عندنا ميلان مع ليفربول وانتصار